أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط أن الحكومة الجديدة تعمل على تطوير سياسات الاقتصاد الكلي بما يدفع من جهود التنمية ويعزز الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم وتوطين الصناعة وزيادة الاستثمارات. جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية عبد الله الدردير، والذي أبدى تطلعه لتعزيز التعاون مع الحكومة في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج نوفي، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة. شدد وزير الزراعة علاء الدين فاروق على ضرورة التيسير على منتفع الإصلاح الزراعي وتقنين الأوضاع، فضلا عن تعميق دور الجمعيات الزراعية في دعم الفلاح وتسويق محاصيله وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج. وخلال اجتماع مع قيادات الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، شدد وزير الزراعة على أهمية تكثيف الإرشاد الزراعي ونوعية المزارعين وتوعيتهم والتواصل معهم في حقول بشكل مباشر ونقل التوصيات والممارسات الزراعية الحديثة الجيدة لزيادة الإنتاجية من المحاصيل. في أسواق البترول العالمية، وصلت أسعار النفط ارتفاعها خلال الأسبوع الجاري بفضل توقعات بزيادة الطلب خلال الصيف في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم. صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.5% ليصل إلى 86 دولار و54 سنتا للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.3% لتصل إلى 83 دولار و16 سنتا للبرميل. وكذلك ارتفعت أسعار المازوت عالميا بما نسبته 0.7% لتصل إلى 2.32 دولار للتر، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.3% لتسجل 2.68 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح أن تصفير الديون لصندوق النقد الدولي يعكس الجدارة الائتمانية العالية والرصينة للعراق، فيما أشار إلى أن العراق في طور تسديد قروض تنموية طويلة الأجل للبنك الدولي الفترة القادمة. قال صالح إن العراق دخل بحوالي 5 برامج مع صندوق النقد الدولي منذ العام 2004 وحتى نهاية العام 2018، منها 3 برامج للاستعداد الائتماني، واتسمت هذه المرحلة بتقديم قروض وظيفتها إسناد حالة الاستقرار والإصلاح الاقتصادي بشكل كامل في العراق. أكد مكتب الإحصاء الباكستاني أن معدل التضخم السنوي في باكستان ارتفع إلى 23.59%. أشار مكتب الإحصاء الباكستاني إلى أن أبرز زيادات في الأسعار كانت ل 29 منتجا أساسيا خلال الأسبوع الماضي، بينما انخفضت أسعار 17 منتج وظلت أسعار 5 منتجات ثابتة. وأشار إلى أن أسعار الديزل شهد ارتفاعا بنسبة 3.58%، وسعر البنزين زاد هو الآخر بنسبة 2.88%، كما ارتفعت أسعار الدقيق بنسبة 10.57%، وأسعار الألبان ارتفعت هي الأخرى بنسبة 8.9%.